بيتكون عند شعبيات بمسيساغا على تاكسي رود، صار له شهرين فاتح ربيع هو رفيقي من زمان 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 زمان. اول ما بلشت بالايفنت انا وربيع اشتغلنا مع بعضنا بال 2015، مستحيه منه لانه بعد ما جيت لعنده، بس ام سو اكسايتد تو سي مبروك لربيع. ليتس جو. مبروك مبروك الف مبروك، محلى هذا اليوم ان شاء الله الفرح يدوم. مبروك ان شاء الله بتشوف على وجهه الخير يا رب. مبروك الف مبروك، محلى هذا اليوم ان شاء الله الفرح يدوم. مبروك. اهلا وسهلا فيكم، بتشرفونا بمحلنا على 4141 ديكسي رود. همسه شرفتني اليوم، بس حابب اوضح لكم نحن شو بنبيع وشو بنعمل. نحن عم نحاول نركز على شيء اسمه كنافة والأكلات الشامية اللي نحن بنحبها. هلا طبعا نحن قراب، إن كان اللبنانية والسوريين قراب من بعضهم، والكنافة تبعنا تقريبا نفس الشيء. عنا أكلات كتير بقشطة، مثل الوربات بقشطة، يعني هي الشعيبيات بيقولها اللبنانية، المدلوقة القريبة للمفروكة، العش البلبل بقشطة، الأكلات القشطة العربية اللي نحن بنحبها، وحلاوة الجبن. سو انت ما بتحبوا تشرفونا، والله يا ميت اهلا وسهلا فيكم، انا مبسوط فيكم وانا بكبر فيكم. مبروك الف مبروك، محلى هذا اليوم ان شاء الله الفرح يدوم. مبروك. سو هلا نحن حنفرجيكم القشطة اللي عم نستعملها، هي القشطة الريال قشطة ما شاء الله. هاي انا عم بحملها كاه بايدي همسة. الريال قشطة على طول بتكون، معلش قلبي هيك شوي، هاي هي هيك بتكون عشان الحقيقي. هاي القشطة نحن بنعملها بس من حليب، ما فيها شيء ولا فيها اسرار ولا خليني اقول لكم اي شيء، هي عبارة عن حليب بس. بتاكل وقت بالشغل تبعها كل كيلو بالاربع ساعات لخمس ساعات ليطلع بقى. هاي القشطة عوضنا على القشطة مش حقيقية. I would like to try this with cocktail. Very high quality. يعني أنا جاي من سكاربرو علشان شو؟ علشان حبيبة قلبي العربي آيس كريم. الله. هاي بس هو شكلهم طيبين كمان. موزة عربية من عند شاميات. مسكي فيها تمام، زيد لها المسكي، كان قبل اقل شوي مسكي، انا كثير بحب المسكي، يمكن في ناس ما بتحبها. بيستاشيو، the texture is nice but worth the drive. الملعقة مش عاجبتني، بدي ملعقة اقوى شوي. هلا مبيتك يا ربيع، موزة عربية مسكة زيادة طيبة، رواق كتير رواق. رح ناخد هول معنا نجربهم لأنه ولا مرة مجربتهم من ربيع. سو فرايد كبة، رح ناخد كبة بالصينية، هول كلهم فروزن، ورح ناخد باربيكيو كبة مشوية هنجربهم. وأكيد أكيد العربي آيس كريم هياخد نص كيلو. There you go.